اللحظة غادي نمشيو لفقرة عين على الجالية. عين على الجالية اليوم نرحل إلى ألمانيا وسنتعرف على ضيف الحلقة. واللحظة كيف قلت لكم أنه فقرة عين على الجالية كل مرة كتستضيف مغاربة العالم واللي من خلالهم كنشوفوا برنامجهم اليومي واهتماماتهم النجاحات ديالهم كذلك في مساراتهم المختلفة سواء على المستوى الدراسي أو المستوى المهني وكذلك في حياتهم. وأهم نجاح هو الإنسان كيكون ناجح في العلاقات الأسرية وكيكون ناجح في حياته لأن تيخلق بها واحد 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 النمط خاص. وداكشي علاش حنا اليوم كنستضيفوا الأستاذ هشام عبيدي المتخصص في الخدمات الاجتماعية في مكتب رعاية الطفولة والشباب بألمانيا. هو مقيم في مدينة كولونيا بألمانيا منذ أزيد من 20 سنة وباحث في الهجرة والثقافة والدين وتبارك الله دبلوم ماستر في البيداغوجيا والأندراغوجيا. سي هشام عبيدي صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا أخ زكريا، سعيد تواجدي معك. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي هشام. بغيت نسولك بعد علاش شنو حاطين في الطبلة ديال الفطور ولا غتكونوا صافي فطرتوا وجمعتوا؟ كاين سيدي أتاي مغربي كالعادة، كاين سمنات، كاين شي شوية ديال العسل. هاكداك هذاك ديالنا ولا ديالهم؟ هذاك ديالنا ولا ديالهم؟ لا لا، الزيت المغربية كنجيبوها من المغرب. زيت العود، زيت البلدية هكذاك، ولأن زيت البلدية والعسل ديالهم كدير الميلونج دابا ميلونج وكتغش المعدة انت دابا كتغش المعدة كتقول لها كتعطيها نص نص كل شيء كنقول بسم الله وصافي كل شيء كيدوز. سي هشام، هاد الفطور وهاد النوعية من الفطور دابا ولفتي الوليدات اللي تزادوا تماك دابا كيكبروا على هاد الشيء، تتعجبوا ما ديك الجلسة ديال ديك الجلسة المغربية وتيشوفوا الشاي، ما كيحسوش بواحد النوع من الاختلاف ما بينهم مثلا على المستوى الثقافي اللي كيشوفوا عائلات اخرين ولا اسر اخرين مثلا تيديروا بريق القهوة ولا طريقة اخرى ولا؟ وفي الحقيقة هو كاين كيكون الاختلاف كنحسوا به حنايا ككبار بعدا. بالنسبة للاطفال عندي البنية عندها دابا 4 سنين كتعرف كتفرق ما بين الشاي المغربي والشاي الاخر. يعني كنبغيو نشربوا اتاي كنسولها واش تربي اتاي مغربي ولا اتاي واحد اخر يعني. ودائما الحمد لله دائما كتقول كنشرب اتاي مغربي، يعني اصلا الاكل يعني حتى هو نوع من يعني الدخل في الهويه ديالنا والثقافه ديالنا. حنا كنحافظوا على هذه المسائل هذو، كنشربوا اتاي يوميا يعني في الصباح وفي الليل. كنحاولوا نديروا الطبخ المغربي حتى هو كنعطيو حقه. نعم وهذه المسائل كنعطيوها لوليداتنا باش هذا الشيء هذا ما يضيعش. سيدي هشام، اذا بغينا ناخذوا في لمحه معك الرحلة ديالك لألمانيا، كيفاش انطلقت؟ منين بدأت؟ شنو كان السبب؟ وعلاش بالضبط هذا الاختيار ديال ألمانيا؟ يا صراحة تلقيت اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية في الثانوية. نعم. من هنا كانت البداية، درت تخصص ديال اللغة الألمانية في الثانوية، ومن بعد درت الأدب الألماني في الجامعة ديال فاس. ومن هنا جات الفرصة ديال أنني نكمل قرايتي في ألمانيا، وجيت يعني جيت سن 19 سنة يعني تقريبا قضيت دابا النصف ديال حياتي في المغرب والنصف الآخر في ألمانيا، لأن أنا عندي 38 سنة، 19 عام دوزت في المغرب وتقريبا 20 سنة في ألمانيا. تبارك الله. كانت رحلة يعني طويلة، ابتداء من تعلم اللغة اللي هي لغة يعني شوية صعبة وغير معروفة في المغرب آنذاك. وكان تحدي أنني نتعلم هذه اللغة الصعبة هذه، تعلمتها في المغرب. يعني من جيت الألماني جيت أصلا تقريبا واجد لغويا، يعني كنت مستعد للتحدي اللي غادي يكون هنايا نتاع الولوج للجامعه. قبل الولوج للجامعه عاودت البكالوريا في المانيا لانه ما كيعترفوش بالبكالوريا ديال المغرب، فاضطريت انني نعاود البكالوريا ومن بعد منها دخلت للجامعه الالمانيه ومن هنا بدات الرحله.
هذه الرحله هذه اللي غادي توج كذلك بواحد المسار ديال الدراسات العليا وحصولك على الماستر من بعد. انت الان كتشتغل في القطاع او في المجال الاجتماعي سيدي هشام، شنو هي شنو هي اهم الانجازات ديال سي هشام في هذا الحقل الاجتماعي تماك في المانيا؟ صراحه انا اكبر انجاز كنشوفه بالنسبه لي هو انني كملت الدراسه الجامعيه، لان اكبر صعوبه في المانيا اللي كيواجهوها الطلبه المغاربه هي نظام جامعي مختلف تماما على النظام الجامعي في المغرب. نظام امتحانات مختلف، نظام تدريس مختلف، كاين واحد الحريه كبيره للطالب انه يختار شنو يقرا. يعني كتدخل الجامعه كيعطيوك واحد الكتاب فيه تقريبا واحد 200 دليل 300 محاضره، الدليل، وانت كتختار شنو تقرا. كتختار وكدير لومبلوا دي طون، استعمل الزمان ديالك وتقرا داك الشيء اللي انت باغيه. يعني واخدين بواحد المنطق ديال الحريه، ولكن صعب جدا انك تعرف كطالب مبتدئ شنو ينفعك شنو ما ينفعكش، خاصه اذا كانت الماده جديده. خاص يكون توجيه فالتوجيه ما كانش، وكان عدد الطلبه المغاربه في الجامعه قليل جدا. يعني بعد تقريبا سنتين اكتشفت طالب او طالبين من المغرب وتعاوننا مع بعضياتنا وداك الشيء. فالاكبر انجاز كنشوفه هو انني كملت الدراسه بجانب العمل، لانه ما كاينش منح مثلا. يعني حنا طلبه المغاربه كنا محرومين من المنحه لاننا ما كنتمناوش الاتحاد الاوروبي. انت كتقرا مع طلبة ألمان عندهم اللغة، عندهم كل شيء، عندهم والديهم، ولكن انت كمغربي ما عندكش المنحة، ما عندكش الحق تدفع المنحة، فكتكون مضطر انك تخدم في الليل وتقرا في النهار. هذه أصعب مرحلة دوزتها في ألمانيا. من بعد الولوج لسوق العمل، أول عمل خدمت في المدرسة مرشد اجتماعي في أحد المدارس. كان السن ديالي صغير نسبيا، يعني لدرجة أن البعض كان كيسحب له مازال كنقرا في ديك المدرسة. ويعني الحمد لله دوز فيها واحد عامين ثلاث سنين، ومن بعد واحد المؤسسة تربوية، كنت مدير مؤسسة تربوية في ألمانيا. من بعد كنت مسؤول على إقامة ديال اللاجئين بعد يعني ولوج الملايين تاع اللاجئين سنة 2015 لألمانيا، تعرف الموجة ديال اللاجئين. في نفس الوقت يعني العمل ديالي كأخصائي اجتماعي في مكتب رعاية الطفولة والشباب، اللي هو صعب أن الإنسان يدخل له إلا ما كانش عنده واحد الباجاج. يعني الإنسان يكون واجد في المجال هذا، لأنه المجال فيه مسؤولية كبيرة. يعني تقرر المصائر ديال الأطفال والشباب، خاصة المتخلى عنهم أو ضحايا العنف. يعني عمل صعب جدا وحساس، وكل نهار يعني كتمشي للخدمة ما كتعرفش شنو كاين تضرك. والتحدي هذا لحد الآن مازال عايشه، والحمد لله يعني لحد الآن درت العمل ديالي بنجاح، يعني وهذا بشهادة يعني الناس اللي خدام معاهم، وبشهادة حتى الناس اللي كنخدم معاهم، يعني سواء رؤساء في العمل أو الناس العاديين اللي كيجيو يطلبوا منا المشورة أو الإرشاد. الحمد لله لحد الآن كلشي غادي مزيان. الله يعطيك الصحه سيدي هشام، انا كنحييك وكنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. هو غادي نخلي لك الكلمه الاخيره اللي من خلالها نبغيك توجه رساله للشباب، وخاصه الناس اللي فايقين دابا في الصباح واللي باغين يعرفوا ويتاكدوا بان هاد كما تنقولوا هاد الصبر اللي تكلمتي عليه، وان الانسان كيكافح كيقرا وكيمشي تيخدم، والانسان فايق بكري وتيدير واحد المجهود كبير، هاد الشيء ما يمكن يديرو الا واحد الانسان اللي كيتميز بواحد المواصفات معينه. اول هاد المواصفات يكون عنده الاصرار، يكون الانسان حاط قدامه الهدف ويكون عنده الاصرار. وغادي نخليك الكلمه الاخيره سيدي هشام. وفي الحقيقة أول حاجة هي حس المسؤولية. الإنسان خص يكون عنده حس المسؤولية، يعرف بأنه أولا كيمثل ماشي غير نفسه، كيمثل البلاد ديالو، كيمثل عائلته، الوالدين ديالو. فأهم حاجة هو أن الإنسان يكون عنده هدف ويخدم له، لأن الهدف بدون عمل ما عنده حتى شي معنى. صحيح.
واخيرا يعني بغيت نوجه تحيه يعني تحيه اكبار وتكريم للوالدين ديالي لانهم اللي كبروني على هذا الحس المسؤوليه هذا. ويعني في الحقيقه الوالدين دورهم كبير جدا في التوجيه في التربيه عن قرب وعن بعد. يعني جيت لالمانيا ولكن بقى هذاك الرابط الاسري قوي ما بيني انا كطالب وحيد في المانيا والوالدين في المغرب. فتحيه اكبار وتكريم وتعظيم سلام للوالدين ديالي لالا يمينة الله يحفظهم يا رب الله والله يحفظهم يخليهم دائما تاج راسي يا رب امين. الله يحفظ ديك الوالدين سيدي هشام. شوف مرضي الوالدين كي تيقولوا عمره ما يخيب ياك. الحمد لله اللي خيبنا الحمد لله والله يحفظنا والدينا وبناتو الله يرحمهم يا رب. لا لا اختك سيدي هشام غادي نقول لك شكرا لك وصباحك مبروك ان شاء الله. نتلاقاو بك في حصه اخرى ونصادفوك ان شاء الله حفظك الله حلقه اخرى في عين على الجاليه وبرنامج الفياق بكري. تحياتي سيدي هشام حياك الله. شكرا فيك بارك الله فيك. اهلا وسهلا.